السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على كل مشجعي مشجعات مهارات عظيمة. أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من حلقاتنا. النهاردة إن شاء الله نعمل مهارات جديدة. كل أصدقائنا اللي طلبوا تخزين البسلة بالجزر، إن شاء الله النهاردة هنعمل تخزين البسلة بما أن الموسم بتاعها، وكمان هنعمل شوية بسلة جميلة كده نطبخها مع بعض. اسمحوا لنا الأول نقول بسم الله ونقول المقادير. أول حاجة لتخزين البسلة هحتاج بسلة خضرة طبعا، هنحتاج جزر مكعبات، اللي حابب يخزنها لوحدها طبعا من غير جزر دي حرية شخصية. طيب خلينا نعمل ايه بقى؟ نقول ان احنا عندنا جزر وعندنا البسلة وعندنا معلقة من السكر وعندنا عصير ليمون وعندنا كمان من المية الساقعة المتلجة وعندنا شريحة من الليمون. احنا قلنا عصير ليمون او شريحة ليمون، اللي موجود عند حضراتكم مفيش مشكلة فيه خالص. انا هاخد كده ليمونة، هاخد منها شريحة حلوة وهعمل كده بالمية. بسم الله الرحمن الرحيم، هنصب مية هنا سخنة. بسم الله، وطبعا لازم اكون مجهزة مية ساقعة بتلج عشان اوقف تسوية الحاجات الحلوة اللي احنا هنخزنها او الخضار نفسه. هيملوا لي ده بس عقبال ما نخلص. هاخد كده شريحه من الليمون، خليني اقطع كده ايه جزء منها. بسم الله الرحمن الرحيم، هحط كده بس خلاص. بحب احطه فريش، رائع كده. وطبعا هنعمل ايه كمان؟ هنحط معلقه سكر. بسم الله الرحمن الرحيم، موسم البسله ده بيبدا من شهر نوفمبر لحد شهر مارس، وهي على فكره من الحاجات الجميله. بصوا كده اهي، فيها نسبه حديد وزنك. انتوا معايا يا جماعه؟ ممكن نعمل بس يعني سبوت على الحاجة. أيوة، طيب بصوا، حطينا الليمون، حطينا السكر، هدوب بس تدويبة بسيطة كده معلقة السكر اللي حطيناها. عايزة أقول لكم البسلة دي من الحاجات اللي بتقوي الخلايا المناعية جدا. املنا الكتل يا محمد، لان هي فيها فيتامينز كتيره جدا، غنيه جدا بالالياف، بتعزز عمليه الهضم جدا. بصوا البسله الفريش اهي. طبعا خلوا بالكم البسله احجام. هنيجي في اول الموسم يقول لك ايه، انا وانا بسوي وبطبخ البسله الاقي احيانا البسله بتكشكش بتكشكش، يعني الغلاف الخارجي بتاعها بيكشكش كده وهي في اثناء الطهي. ده لانه وده انا سالت فيه يعني المزارعين، قالوا لي ايه بقى، في اول الموسم ما بتبقاش لسه شدت حلى وبقت مليانه، فبتبقى لسه فاضيه شويه، فالفضى ده هو اللي بيخليها تكشكش لان جواها فراغ اثناء الطهي. لكن لما بتبقى في الموسم وشده حيلها استحاله بتعمل الخطوه دي جدا. عشان كده انا دايما ايه، الحاجه في اول الموسم ما بجيبهاش، بجيبها في نص الموسم. يعني لا هو في اوله ولا هو في اخره، في نصه، فبتبقى في يعني بيقولوا ايه، في عزها يعني. طيب انا بصوا الميه هنا خلاص، هبدا اخد كده البسله وهاخد الجزر. انا هعملهم مع بعض، يعني انا هعمل الكيس ده مع بعض خلاص. هقلب تقليبه كده واحده، وبعدين هبدا اصفيها على طول قدام حضراتكم اهي. ميه بتلج، انا ممكن كمان ايه اخلي الميه دي، انا هنا هصفيها الاول في مصفى وبعدين هحطها في بوله كبيره، وافضل ان احنا ناخد بوله اكبر عشان تنزل براحتها. بسم الله، هنحط فيها الميه الساقعه بالتلج عشان نوقف التسويه وتحافظ على نسبه الفيتامينز ولون الخضار الحلو بتاعها. طيب انت مليت لي ميه يا محمد، عايزه جار فيه ميه لو سمحتوا ساقعه. لا عايزه ميه تاني. طيب بصوا كده، ناخد ام اسلام. صباح الفل، املي لي جار ميه لو سمحت. الو، صباح الفل يا حبيبه قلبي. صباح الهنا يا حبيبتي، عامله ايه يا جميله؟ الحمد لله يا حبيبه قلبي، انت يا رب إيه؟ دايما الحمد لله بخير، طول ما انتم بخير انا بخير دايما يا رب يا حبيبتي. تسلمين. هقول لك ايه، انا البسله على النار اهو. لا والله،
حياه ربنا. ده انا بحب البسلة قوي يا ام اسلام قوي والله. يا حبيبتي يا حبيبه قلبي صحه وهنا. انت عارفه ربنا يخليكي، انا مش عاملاها من الموسم ده، من الموسم اللي فات. بسم الله ما شاء الله. اه والله وجميله وحلوه قوي والله. بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله. طبعا لازم تبقى جميله لانه مسكره وجميله، عارفه كانك بتاكلي سكر. الله اكبر ما شاء الله ما شاء الله. ربنا يبارك. تسلم ايديكي وعينيكي يا حبيبتي والله. تسلمي يا قلبي، دايما منوره الدنيا ومنوره مكانك. الله يسعد قلبك يا روح قلبي والله. ربنا يخليك يا حبيبه قلبي، ربنا يخليك ويسعدك يا رب. امين يا رب ويديك الصحه والعافيه حبيبتي والله. وببقى سعيده بمداخلاتكم ومكالماتكم، ويعني متابعتكم دي شرف ليا وعلى راسي من فوق. ربنا يبارك لك يا حبيبتي، وسلامي لكل كرو البرنامج حبيبتي والقناه الاهلي الجميله اللي فوق راسنا دايما. تسلمي يا رب وتعيشي يا مؤسسه، تشرفنا دايما وهتشرفنا دايما. امين يا رب العالمين. تسلمي لنا تسلمي لنا في حفظ الله حبيبتي. شكرا ليك يا ام اسلام والله وعلى مداخلتك حبيبه قلبي. بصوا بقى، بصوا اللون، بصوا جنب اللي احنا عاملينها اهو، شايفين الجمال؟ هي دي بقى هناخدها. انا طبعا بسيبها بس يعني خلاص تبرد تماما، وبعدين هصفيها تاني وهاخدها بقى بعد ما تنشف تماما كده شويه. الصفة حلو، حطها في اكياس للتخزين على حسب. احنا بقى من احنا عيله كبيره، هناخد نص كيلو، هناخد ربع كيلو، هناخد كيلو على حسب. هي استخدامات كتير مش بس في الطهي، لكن نعمل شوربه بيها، ممكن نعمل بيها البسله دي بتدخل مع الفول الحراتي، بنعمل بيه طعميه، بنعمل بيها كفته الناس النباتية، ممكن نعمل مكرونة بالبسلة زي البروكلي كده، ممكن نعمل رز بالبسلة، سلطة البسلة بالمايونيز أو من غير مايونيز. فيه ليها حاجات كتير رائعة، وصفات البسلة لا تنتهي ودايما داخلة. عارفين إيه لما يكون جوكر كده بيدخل معنا في حاجات كتير. أنا النهاردة أعملها بلحمة مفرومة، هقول للناس اللي هي إيه، أنا عندي حتة لحمة مفرومة ومش عايزة يعني أعمل بسلة زي ما بيقولوا إيه بقطع لحمة. هنعملها وتبقى بسلة. على فكرة أنا بحبها قوي باللحمة المفرومة، وبحبها كمان باللحمة المفرومة لو بقى عندكم شوية. بتدخل مع الرز بس من غير صلصة، يعني إحنا عاملينها بعصاج وبسلة بالجزر بس، تنفع تحطوها مع انواع رز وتعملوه رز بالبشاميل يدخل الفرن لو حتى الرز بايت يبقى رائع. يا دوب هنعمل شويه بشاميل ونصبها على الرز من فوق، ويبقى الحشو هو البسله باللحمه والجزر، هتبقى رائعه. طيب انا هسخن هنا كده ونعمل بقى مع حضراتكم ايه البسله الجميله دي. انا هنا بصوا سبتها تبرد تماما. الليمون مهم ليها قوي، ماده حفظ مهمه جدا، والليمون الفريش انا بحبه الحقيقه اكتر من اي حاجه في الدنيا. حتى كانوا دايما يقولوا لي يا شاف انت دايما بتعصري ليمون اول باول. احنا لازم حتى التوم بصوا لازم نعمله فريش، ولازم يبقى منقوع كده في شويه زيت ويتعمل كل اسبوع معانا في الشغل زي ما حضراتكم شايفينه كده، عشان يبقى الحاجه فريش اول باول تبقى الدنيا جميله. بحب دايما التوم الفريش، بحب استخدمه اكتر من مجفف. الحقيقه مجفف ده يمكن في الحاجات اللي هي زي صوصات البيتزا والحاجات السريعه قوي هي اللي ممكن نحتاج فيها التوم، ولازم نبقى عاملينه في البيت يعني. طيب هبدا بقى كده بسخن هنا البين اهو، بسم الله الرحمن الرحيم، وهبدا اعمل مع حضراتكم نقطتين زيت كده. بسم الله. في ناس ممكن تحب تحط مثلا سمنه، بس انا يعني على حسب كل بيت واللي بيحبه، بس احنا زينا خفيفه لانه بصوا اللحمه فيها نسبه فاتس يعني شويه فيها نسبه دهون، فاحنا ايه هتحل محلها يعني عشان ما يبقاش بس الاكل دسم ويعني في دسامه شديده. هناخد بقى البصل، بسم الله الرحمن الرحيم، هنقلب كده تقليبه حلوه، ونزل طبعا رشه الملح مع البصل عشان الميه بتاعته، ورشه فلفل تطعمه كده وتديله ريحه وهو بيتحمر حلوه. بصل لما بيتنكه وبيبقى ليه كده طعم في وسط الاكل يعني. وناخد مدام عفاف من الجيزه، اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. ازاي حضرتك مدام عفاف؟ الو سامع حضرتك، اتفضلي. الله يسلمك، ازاي حضرتك؟ انا بخير حبيبتي، ربنا يبارك فيك يا رب. الله يسلمك. يا ريت يا مدام عفاف تحاولي تكلمينا مره ثانيه، ويا ريت تكلمينا من التليفون وطي التلفزيون عشان اسمع حضرتك كويس. شرفتينا يا مدام عفاف. بصوا بشوح البصلايه حلو، حط فصين الثوم كده، وهنزل اللحمه بتاعتي
ولما بنزل اللحمه لازم على طول اديها رشه ملح عشان تتفرفط حلو، ورشه فلفل برضو للطعم. طيب وهبدا اقلب الخليط الحلو ده، يعني الجوده بالموجود، الموجود هنعمل منه حاجه حلوه. ولو هفترض ان انا عندي شويه عصاج اقدر احط فيهم شويه خضار واعمل بيهم وصفه حلوه، اعمل بيهم طاجن في الفرن، يعني نقدر نعمل حاجات كتير قوي نستفيد باللي موجود عندنا في البيت. طيب مدام عفاف رجعت لنا، يا اهلا وسهلا، اتفضلي يا فندم. اهلا اهلا بحضرتك. بقول لي لو سمحتي يا مدام عفاف، اتفضلي. انا دلوقتي عايزه بنتي، عايزه يعني هتتجوز، بنتي هتتجوز وانا عايزه اعمل لها اكل صباحيه حلوه. تمام، عايزه تعرفي يعني الاصناف اللي حضرتك تعمليها لها؟ عايز. حاضر، هقول لحضرتك، ممكن تسمعيني من خلال التليفون؟ حاضر. الأهم برضو إن حضرتك تعرفي العريس بيحب إيه، عشان دي حاجة مهمة، لأنه حضرتك في الآخر بتخضي بنتك وشريكها. فأعتقد الحمام من الوصفات الثابتة، لأن في ناس ممكن يعني نادرا منهم ما بيحبش الحمام، لكن الأغلبية بتحب الحمام. وفي ناس يعني الحمام ده حاجة أساسية اليوم ده. ممكن تعملي من أصناف المحشي، وممكن يبقى فيه بط لو عايزة تعملي بطة لطيفة، يعني تديهم متنوع على حسب، لازم تشوفي زوجها برضو بيحب إيه. ما تكتريش اليوم ده، إحنا عايزين حاجات تقضي الليلة، لأن أنت هتبدأي تبعتي لها باستمرار حاجات، لو هي ما كانتش مسافرة هتضطري تعملي لها حاجات، يا تشيلها وهي على التسخين، يا إما هتوديها لها فريش الفترة أو الأسبوع الأول على الأقل يعني. فدي حاجة مهمة جدا، فلازم حضرتك تعرفي ايه. يعني في ناس تقول لك ايه لازم فرخة الاتفاق، انا كان نفسي اسال ام اسلام عملت فرخة الاتفاق ولا ما عملت. هي طبعا مامة مي اكيد عملت، بس انا عارفة كمان ان ام اسلام عملت، كانت بعت حمام وحاجات حلوة. فلازم حضرتك لو الحمام المحشي اوكي، سواء رز او فريك على حسب برضو هما بيحبوه بايه، ولو هما واحد بيحب ده واحد بيحب ده هتعملي الاثنين، يعني هتنوعي. اعملي لهم البط برضو بيبقى مفيد جدا ليهم، في بيحبوا بقى الاسماك والجمبري والحاجات دي، بعد ما بيبداوا تروحي لها في زياره تانية او تبعت لها غدا تاني لازم يبقى في وجبه بحريه مهمه جدا في الاول. والفطير ده مامه العروسه لازم يعني بتعمله، مامه العريس على فكره كمان، يعني مامه العريس بتعمل ومامه العروسه بتعمل الفطير المشلتت ده، لازم الصبح يفطروا الفطير، العسل، القشطه، الحاجات الحلوه الاساسيه. فلازم تبقي عامله حسابك ان الفطير ده مهم تكوني عاملاه لها بالسمنه البلدي او بعتها في مكان يخبزه. لا قبل ما نكسب الوقت لازم احط الاول الايه، بصوا بقى البسله، انا بصوا شوحت هنا، بصوا اصناف محشي ما تكتريش مدام عفاف، ممكن تعملي نوع من اصناف المحشي الحلوه. الناس بقى اللي بتحب الكوارع والحاجات دي ممكن في مره تعملي لهم كده ورق عنب بالكوارع، شوربه كوارع، فته صغننه فيها كوارع، ممبار، حاجات اللي هي الاورينتال. يبقى لازم في وجبه بحريه، وجبه كده، لكن يوم الدخله لازم حمام، بط، محشي، الحاجات اللي هي الاساسيه اللي كلنا عارفينها. طيب بصوا بقى هحط البسله هشوحها مع اللحمه اهي، شايفين ازاي؟ بسم الله اهي، هحط عليها رشة كده بسيطة من البهارات، بهارات اللحمة، رشة بسيطة من ملح بسيط قوي، لأن هسقي بالمرق. وطبعا بعد ما بشوح كده، هي دي المرحلة اللي بقول لحضراتكم لو عندكم شوية عصاج وعايزين تعملوا بيه وصفة تانية، ممكن نحط عليه البسلة والجزر ونعمل بيه رز بالبشاميل، أو يتعمل بيه طاجن رز معمر اتحشي برضو بالرز المعمر، كمان جميل يا مدام عفاف، الرز المعمر حلو لو عايزة تعمليه بالحمام ممكن. بصوا كده هنحط بقى الصوص بتاع الطماطم، بسم الله، وهن ايه هنقلب تقليبه، مش هحط اي اضافات دلوقتي، هسيبها تغلي غلوتين مع بعض مع حضراتكم دلوقتي، مش هعمل اي حاجه غير انها تاخد غلوه مع الصوص ده وتاخد من طعم الطماطم الطبيعيه اللي احنا ايه حاطينها. وبعدين هنغطيها، اول ما تبدا تغلي كده هنشوف محتاجين صلصه او مش محتاجين، هنبدا نزود المرق ونسيبها تستوي. انا هصفي ده في المصفى وهبدا اعمله في كيس لما حضراتكم ترجعوا عشان اوريه لكم هنخزنه ازاي. في انتظار حضراتكم بعد الاستراحه، مستنياكم. رجعنا لحضراتكم مره ثانيه، بصوا كده ادي البسله
نعمل بقى بالاوزان اللي حضراتكم تريحكم، يعني انا ممكن نوزنها ونحطها على حسب الكيس. بصوا شايفين جمالها، ساعات وتمام وحافظت على لونها، وهي فريش في الاخر، مش هتكون ثلج، مش هتضايق حضراتكم خالص، وهتبقى جميله ومفرفطه ولطيفه. طيب انا ايه هحطها هنا وهوريكم كده البسله. بصوا من غير ما نضيف اي حاجه، هي لسه على الطماطم بس، ما ضفنا لهاش لسه اي حاجه. اللي عايز يحط رشه قرفه ممكن، بيليق قوي مع طعم اللحمه، بس حاجه بسيطه عشان ما تضغاش. بصوا اهي، ممكن بقى في المرحله دي احط معلقه صغيره من الصلصه. ونزود شويه من المرق، شويه صغيرين. ونسيبها بقى ايه تاخد وتدي مع بعض. انا ناحية تانية ممكن اعمل شويه رز سريع جدا بالشعريه تتقدم جنبها لو انتوا حابين، اللي حابب يعني مفيش مشكله براحتكم، اللي عايز رز ابيض رز بشعريه مفيش مشكله خالص. طيب عندنا عصير احمر، احنا دلوقتي في الموسم بتاع كل حاجه تدعم مناعتنا ومناعه اولادنا، فانا عايزه نستفيد منها على قد ما نقدر. والعصير ده ارجو ان حضراتكم تعملوا بيه ميكس السيدات الحوامل، الولاد الصغيرين، السيدات الكبار في السن اللي مناعتهم او يعني مرضى الكبد، الناس اللي هي دايما مناعتها بتقل، دي مهمه جدا. تعالوا نقول العصير بتاعنا عن ايه. النهارده هستخدم فيه البنجر، هيكون فريش، يعني انا مش هسلق البنجر بس، كمان هتحايل على طعمه انه يبقى مستصاغ باللي احنا هنضيفه معاه. العصير ده مناسب جدا للرياضيين وكل الناس، كل الفئات العمريه، وعايزه اقول لكم يعني نتيجته فعاله جدا في وقت قليل جدا. طيب عندي اول حاجه العصير الاحمر، عندي بنجر، بنجرايه، عندي فراوله، 3 4 حبات فراوله على حسب، حتى لو انا محتفظه بيها في الفريزر مفيش مشكله. عندي رمانايه، وعندي طماطمايه مخليه البذر تماما، وعندي معلقه من العسل الابيض، وعندي روح الفراوله. عارفين انا ليه ضفت روح الفراوله؟ هي زي روح الموز وروح البندق وروح اللوز وكل الحاجات الحلوه دي من عند العطار. ليه؟ هي فين الروح يا اولاد؟ حطيتوها لي فين؟ ندى فين روح الفراوله؟ ماشي تعالي. ليه بقى؟ عشان تديني طعم حلو. عارفين لما نيجي نشرب الشربات اللي بطعم الفراوله هيبقى العصير ده طعمه كده، مش هحس ابدا بطعم البنجر. انا عارفه ان في ناس كتير قوي بتتضايق من موضوع طعم البنجر ده، لكن انا لازم اخده فريش عشان اخد فايدته. فخلينا كده نقول بسم الله. هاخد كده من الجلافزات بتاعتي، فين؟ هاتوها لي. هناخد كده شويه من البنجر. بصوا انا قطعته مكعبات صغيره، انا في الاخر مش عايزاه يبقى ايه يهلك الخلاط او يبقى شديد على الخلاط، انا قشرته خالص كده. هنحط شويه مقام ايه، واحده كامله اهو كده، خلاص كده كويس قوي. والعصير ده ممكن نستمر عليه ان شاء الله حتى مرتين في الاسبوع. هناخد كده من الفراوله، جلافزات لو سمحتوا، وروح الفراوله هاتوها لي. بصوا دي فراوله كنا مقطعينها وحطينا في الفريزر فريش اهي، شايفين ازاي؟ فين الكبسه حبايبي اللي هنقدم فيها؟ الكوبايات اللي هنعمل فيها، تعالي يا نودي. بصوا كده، ادي الرمان، شايفين ازاي؟ اللي حابب يصفي العصير ده ما بيحبش طعم البذر اللي بيبقى جوه الرمان ممكن يتصفى، ما فيش مشكله خالص. خلاص اهو، هاخد طماطمايه صغيره او نص طماطمايه اهي، وهاخد معلقه العسل، ومش عايزه ازود حاجه تاني. اصلا البنجر فيه نسبه سكر، والفراوله فيها نسبه سكر، والرمان فيه نسبه سكر، والافضل ان انا ما اضيفش اي حاجه من الاضافات دي. خليني بس اهدي على البسله. ايوه طيب، هبدا اخد ممكن شويه ميه، بسم الله. هضرب الاول الخليط ده وهزود عليه ميه عاديه، دي
اللي عايز يصفي الخليط يصفيه، اللي مش عايز يصفيه ما يصفيهوش، هو بصراحه مش محتاج، لان احنا كده كده بناكل الرمان بالحب وبناكله طبيعي حتى دي، لكن انا بقول للناس اللي مش حابه. بصوا بقى اخر حاجه هضيفها هنا روح الفراوله اهي، نقطه واحده تديني طعم كاني بشرب شربات بالظبط، عشان انا يعني الناس اللي اشتكت كتير من الطعم عايزه تعمل ده بس مش عايزه تعمله عشان الطعم بيضايقها. بس خلاص نصب بقى، رائع بسم الله. للولاد بقى معانا مدام منال، اهلا اهلا حبيبتي مدام منال. صباح الحاجات الحمراء النهارده بنسميه ايه بقى؟ ايوه مهم والله. صباح الفل. صباح الفل على حضرتك وعلى عيونك يا رب. اه والله والله حلو قوي يا شيف عظيم. والله جربي. فكره جميله على فكره. تسلمي تسلمي يا حبيبه قلبي. هجربها ده انا هجربها ضروري، ده انا عندي العيال عندهم انيميا. جربيها بقى وليكي انت كمان، ليكوا كلكوا مش ليهم هم بس. والله هتفرق معاهم قوي قوي، حتى لو عملتي نتيجه التحليل بعدها هتعرفي الفرق ان شاء الله، لان كل الحاجات اللي محطوطه في العصير الاخضر لازم اعمله. انا ممكن اضيف له كمان جزر يا شيف عظيمه صح؟ ممكن، بس هو مش هتحتاجي في ده، مش هتحتاجي الجزر، قيمته معاهم مش هتبقى يعني هي احسن حاجه، فاهمه قصدي ازاي؟ يعني الجزر والبرتقال لوحدهم رائع. ايوه ايوه فاهمه، في حاجات تبقى مع بعض تكمل بعض. ايوه برافو عليكي. ادينا ادينا قمر الدين كده. اه ادينا طعم قمر الدين. يديكي الطعم اللي انت حباه طبعا، ولو عندك عصير مشمش فريش انت عاملاه في البيت هيبقى رائع، لو معاهم يبقى جزر وبرتقال وقمر الدين تحفه. والله بجد افكارك النهارده هايله يا شيف عظيمه. الله يسعدك يا مدام منال. قوي عجبني قوي قوي العصير النهارده. جربيه والله بنتيجه التحليل انا بقول لكم. تسلمي تسلمي حبيبتي، الله يهنيكي حبيبتي، تسلمي لي مدام منال، نورتينا وشرفتينا حبيبه قلبي، شكرا لحضرتك جدا. طيب احنا دلوقتي بصوا هوريكم بصه بس على البسله، بصوا بقى لما بتيجي تستوي ما بقتش تكشكش بقى اهي، بصوا انا كده عاملاها باللحمه المفرومه، بصوا الجمال. عايزين نعمل ماشي حبايبي ما عنديش مشكله خالص، بصوا الجمال، نسيبها بقى تاخد وتدي كده مع بعض. احنا حطينا ملح فلفل بهارات لحمه او السبع بهارات اللي متوفر عند حضراتكم، ممكن رشه قرفه خفيفه عايزين مع العصاك في الاول هتبقى رائعه. وطبعا بعد ما شوحنا بقى البصل والحاجات الحلوه مع فصين ثوم كده حلوين مفرومين بتدي كده مناعه. عايزين نعمل رز اهو، والله ما انا مزعلاكي، تعالي يلا ناخد شويه زيت. حاضر. نعمل حاضر يا حبيبتي شويه كده زيت صغيرين، اللي عنده بقى معلقه سمنه بلدي ممكن يعمل ايه، يحط معلقه سمنه بلدي صغنونه كده حلوه او معلقه زبده للي عايز. طبعا هي الشعريه بالزيت تحب قوي معلقه سمنه او معلقه زبده عشان تدينا الطعم الحلو واحنا بناكل الرز، لكن الناس اللي حبايبي مش حابين حاجه تقيله خلاص حضراتكم نقطه زيت وخلاص، ممكن نستغنى عنها يعني، نعمل الميه الاول ونحط نقطه الزيت دي حاجه لا تذكر مع الرز هيبقى رائع برده. بسم الله هاخد كده مكعبين من الزبده وهننزل الشعريه ونحمرها كده تحميره حلوه، ينفع مع الشعريه هنا فصين مستكه حلوين كده، وينفع من غير زي ما تحبوا اهو. احنا هنبدا نرجع بقى نعمل حاجاتنا في البيت، يعني اللي عنده لبن يا جماعه بخيره او مكان بيديله اللبن بخيره، انا والله لو جنبي حد بيعمل كده وبيديني لبن كده على طول يعني محلوب طازه صرف، انا اعمل الزبده والقشطه واعمل كل حاجه في البيت. افتكر زمان مامتي الله يرحمها كانت في الغساله بتاعت البيبي كانت تجيب الكميه دي، كنا بنجيبه من مكان معين فيه عنده ابقار وعنده جاموس وكده، وكنا نحطه وتعملها وتخضها وتعملها لنا، كانت بتبقى رائعة. وكنا بنحوش كمان وش اللبن نحطه في علب كده في الفريزر لحد ما نيجي نسيح الزبدة ونروح حاطين القشطة معاها. بصوا بقى هنقلب تقليبة حلوة لحد ما تدينا الدرجة الذهبي الحلوة،
ودايما ما نتخدعش في الشعريه. ليه بقى؟ لان هي بتديني درجه كده فاتحه اقول ايه، هي محتاجه تاني، اروح محمراها توصل للدرجه اللي انا عايزاها، بس هي بتغمق زياده لما بتستوي. فدايما نخلي بالنا، زي بالظبط البصل المقرمش، زي العيش المقرمش، فنلاقي ايه الدرجه الذهبي الحلوه بدات تطفي سنه ويدخل في ايه، في درجه غامقه. انا عاده ما بحبوش غامق قوي الشعريه، ما بحبهاش غامقه، احبها لونها ذهبي فاتح. و للناس اللي بتحب الشعريه، بصوا بقى، وعندي الرز. طالما الرز نوعه حلو، في انواع كتير والله رز للي بيلاقوا. طبعا انا عارفه ان الرز كان من فتره فيه شويه حاجات، بس طبعا انواع الرز دلوقتي بقت كويسه، نقدر نستغل ايه اي صنف موجود. ولو حضرتك ما انتش واثقه من انه يبقى نوع حلو، ما تغسليهوش طالما هو نوع بلدي ونظيف. بصي ما فيهوش اي حاجه، يبقى احنا هنستغل الايه الصنف الحلو ده ونحطه ايه من غير ما نبله ولا نغسله، عشان ما نخلوش بيطلع نسبه نشا عاليه قوي ويعجن معايا. على حسب بقى النوع، لان دلوقتي ما بقاش كل الانواع اللي احنا اتعودنا عليها، في انواع تانية، فبنجرب اهو. هقلب بقى تقليبه حلوه كده. هنعمل النهارده كمان صنف لطيف سهل وبسيط وسريع، وهنقول لكم قصته طريفه جدا الحقيقه، يعني من القصص الطريفه قوي. بصوا كده، ايوه، هنزل بقى الرز، هقلب تقليبه حلوه الاول، هسخن الميه، كاتل عندي ميه سخنه، عندي الملح الاول، وهنقلب اهو، حطينا الملح وهنقلب الاول على الجاف، بنساعد يعني الرزايه تتغلف كده وتطلع معايا مفلفله وحلوه. حاضر، هسقي الرز، انا عندي ميه سخنه بتغلي، لو في عند حضراتكم مرق مفيش مشكله، اللي يريحكم يعني، بس هو بالميه هيطلع طعمه جميل. بسم الله، كل كوبايه رز مصري عليها كوبايه ميه بتغلي او مرق بيغلي. اهو هديت النار، بس خلاص نقلب بقى تقليبه حلوه. بسم الله، اهو طبعا لازم اهدي النار دلوقتي واسيبه يتشرب، لان كده النار عاليه. انا عملته على 4، هنقفل بقى ونسيبه ايه على الهادي اهو، بس نسيبه بقى يهدى كده ويشوف يتشرب. وبصوا البسله اهي، حتى بدات تحلو. حلو. عشان العصاج، انا بحب العصاج، فعشان كده اي حاجه فيها مع العصاج، سواء كوسه بسله اي حاجه بتبقى جميله. اهي هنسيبها بقى تاخد وقتها وتستوي حلو، ونستسمح حضراتكم بقى في استراحه، نجهز للصنف اللي احنا عايزين نعمله. حاجه سريعه كده ممكن نعملها من باب التغيير للناس تحب الحلويات الشرقيه، وحاجه ما تاخدش وقت لا في الفرن ولا واحنا بنعمل. هستسمح حضراتكم في استراحه، نرجع نستكمل مع بعض في انتظار حضراتكم. رجعنا لحضراتكم مره ثانيه بعد الاستراحه. دلوقتي هنعمل صنف لطيف، اتمنى يا رب ينول الاعجاب. هنعمل رموش الست، بس هنعملها بطريقه سهله وبسيطه، يعني مانيوال بايدينا كده. ندى عايزه لو سمحتي جلافزات. هنعمل كالاتي، عندي كوبايتين ونص من الدقيق، كوبايتين ونص، ويفضل يكون منخول، ويفضل يكون دقيق يا فاخر يا اما لكل الاستعمالات. طيب، معلقتين ونص من السميد، وعندي كمان معلقه كبيره من البيكنج باودر. البيكنج باودر هنستخدم فيه معلقه كبيره ممسوحه، مش هنستخدم فيه معلقه كبيره ايه هرميه يعني، تمام؟ طيب، عندي كمان رشه ملح، عندي بيضه وهستخدم بياض بيضه. البيضه هستخدمها في المعيار نفسه، بياض البيضه انا هدهن بيها، وهي تفضل انها تبقى بياض عشان تبقى اقل في الزفاره شويه من الصفار، وكده كده انا هضيف عليها فانيليا. طيب، عندي نص كوبايه من السمنه او الزبده على حسب حضراتكم بتحبوا انهي طعم، انا بفضل السمنه، لو حضراتكم بتفضلوا الزبده مفيش مشكله، تبقى زبده بدرجه حراره الغرفه. طيب، عندي نص كوبايه من السكر الباودر، ربع كوبايه من جوز الهند اختياري، بتدي طعم حلو، اللي عايز يستغنى عنها ممكن يحط معلقه او معلقتين، مفيش مشكله، كده كده اصلا الربع دي بتعمل معلقتين كبار جوز هند. عندي فانيليا وصفار البيضه او الفانيليا او بياض البيضه مع الفانيليا للدهن زي ما حضرتك تحب. الشربات بتاعها عباره عن ايه؟ عباره عن كوبايتين من السكر، كوبايتين من الميه،
بيبقى خفيف ما هوش تقيل، وبيبقى عصير نص ليمونة بس، ما بعملش حاجة تاني في الشربات أكتر من كده. احنا عملنا كتير مع بعض علشان أصدقائنا اللي هم حابين يعني يشوفوا الشربات بأكتر من مرة، فاحنا الحمد لله عملناه مع حضراتكم، وإن شاء الله إن شاء الله يعني لو شفتوه في أي حلقة هتلاقوا احنا عملنا كتير جدا، عملنا التقيل والخفيف والمتوسط وكل حاجة. طيب هاخد كده أول حاجة، عايزة أجيب بولة أعجن فيها، هاخد البولة الكبيرة دي بسم الله الرحمن الرحيم، هنشفها كويس، وهخلط أول مرحلة اللي هي السمن مع السكر البودرة، كأني أول مرحلة في الكيك. وقصة بقى رموش الست دي طريفة جدا. طيب كان في طرابلس، يعني حاكم طرابلس كان بيعمل موائد وحفلات وبيدعو فيها كبار يعني مناصب الدولة والأغنياء والسيدات الجميلات، وركزوا تحت دي، حطوا تحتها 100 خط. فالشيف أو الطاهي عمل حلوى على شكل عيون، يعني العيون بتاعت السيدة الجميلة، رسمة العين يعني. فالحاكم بتاع طرابلس بص كده للحلوى وبص لأحد الجميلات اللي كانت موجودة وقال دي تبقى رموش الست، ومن ساعتها سميت بهذا الاسم. هو أنا بحبها، بس لما عرفت القصة النهاردة هعملها مدورة بعد كده، مش هعملها رموش الست. طيب تسلم إيديكي راح قلبي يا ندى. طيب بصوا بقى، هناخد كده الإيه الجلافز وأبدأ مع حضراتكم. هنكسر إيه بيضة، الأول هناخد السمن والسكر، وهقول لكم بعد كده هنضيف البيضة. بسم الله انا عاملها بايدي عشان برضو تبقى سهل على حضراتكم، مش شرط عجان ولا مضرب بيض ولا اي حاجه. هاخد السمن بسم الله، ممكن نضربها بوسك او بايدينا. كده وطيت عليه طبعا يروح قلبي، بس عشان ياخد حرارة ايدي هتبدأ دلوقتي بس اخلطهم ببعض عشان وانا بقلب ما ايه ما تبهدلش الدنيا. اهو هبدأ اعمل كده، شايفين ازاي، لحد ما ينعم معايا الخليط كده ويفتح شوية. اهو كده هاخد بقى، هبص بس ايه بصة كده تمام، عشان بخاف قوي ان البيض يكون لا قدر الله في حاجه مع رشه الفانيليا. اهي شايفين ازاي، وهبدا اقلب تقليبه كده مع حضراتكم. اهي شايفين ازاي ريحه الفانيليا رائعه. في الوصفات بقى زي دي بتدي ريحه حلوه قوي الفانيليا السايله. ماشي اهو، هاخد بقى الدقيق، عندي الدقيق اهو، هحط عليه مكونات الجافة اللي هي السميد معلقتين، البيكنج باودر تقريبا معلقة ممسوحة، جوز الهند، ذرة الملح، هنقلب تقريبا كده. دي معايير الشربات اللي فيها الليمون والسكر والميه، بس احنا مجهزين هنا شربات اهو. الشربات درجه حراره المطبخ، بصوا خفيف ازاي، احنا عملناه كتير اهو. خلاص ليه بقى بنحطه وهي سخنه؟ عشان السميد زي ما قلت لحضراتكم حباته تتفتح ويبقى يستقبل الايه يتشرب كويس وتبقى طريه، هوريها لكم ملمسها كمان. طيب هبدا اضيف على الخليط ده شويه شويه مكونات الجافه كده، ونمسكهم مع بعض لما تبقى عجينه لطيفه. بصوا الرز هنا هعمل كده بس بالشوكه، بسم الله تمام اهو. اوكي ده الرز، وهنرجع تاني لرموش الست. بسم الله لازم بقى اقفل عليه عشان شويه البخار دول هم اهم مرحله تسوي الرز بهدوء. معانا مدام سهام،
سوزان. اهلا وسهلا مدام سوزان. ازاي حضرتك؟ اهلا بيك يا فندم، نورتينا. ربنا يخليك يا حبيبه قلبي. انا عايزه اشكر حضرتك على الزيتون، تخليل الزيتون الاسود. يا حبيبتي الف هنا على قلبك. حبيبتي باكل منه وادعي لك وادعي لله. ما شاء الله ما شاء الله، تسلم ايديكي انت والله حبيبتي. وبشكر قناه الاهلي اللي جابت لنا ستيف عظيمه. يا رب يسعد قلبك يا فندم، ده شرف ليا على راسي والله حبيبتي. ويوفقهم في المغرب يا رب ويرجعوا لنا بميدالية. امين يا رب العالمين. تسلمي يا حبيبه قلبي، تسلمي يا رب. شكرا لحضرتك جزيلا مدام سوزان، والله شكرا، اسعدتيني بمكالمه حضرتك. شوفوا بقى، انتوا بتدعوا لي على الزيتون وانا ادعي اللي علمتني الزيتون. هاخد بس معلقه سمنه، ان هو كان حاطط معلش، كانت عايزه طريقه ايه من عيني. طب ممكن ننزلها يا ندى؟ شكرا ليكي روح قلبي. انا مش عايزه اعجن كتير، انا بس عايزه الم العجينه كده. لم اهو خلاص، بس نظفت المكان وهعملها كوره بس عشان لسه في شويه تحت اهو. تعالوا بقى، يعني انا ادعي للعلمها لي وحضراتكم تدعوا لي، وكلنا زي ما بيقولوا ايه اسباب لبعض حقيقي. بشكر حضرتك وشكرا، مكالمتك اسعدتني جدا جدا يا مدام سوزان. بصوا بقى، طبعا في المحلات وانا بحبها قوي بتاعه المحلات اللي هي بتبقى ايه، بتبقى مدوره وهنمسحها وهنعملها بالشوكه وهنديها الشكل ده. انا بصراحه هوريكم برضو شكل الرمش عشان انا عاملاها شكل الرمش. شكل الرمش وخلوا بالكم هي بتنفش شويه في التسويه، فحضراتكم تبقوا عارفين انها في التسويه هتنفش منكم شويه اهي. لو بالرمش هتبقى كده يعني مسحوبه كده من ناحيتين. تمام، احنا هنعملها بس كام واحده كده. عايزيني اعملها لكم بالرمش؟ ماشي. عايزينها ايه، مدوره ولا الرمش عشان القصه ما تبص؟ قولولي. المهم تتعمل حضرتك، المهم ما نتحرمش. حاضر يا فندم، حاضر. ان شاء الله تعجبكم. طبعا الحراره بتاعتها تبقى متوسطه في الفرن. هنحطها في النص، اول ما تبقى من تحت بس تاخد الدرجه الذهبي، ممكن اديها لون بسيط كده من فوق. وخلوا بالكم الفرن ما يبقاش يعني سخن قوي. على حسب بقى انتوا بتحبوها فيها سماكه ولا لا، ممكن تبقى اصغر اكبر. انا الحقيقه ما بحاولش اتخنها، يعني ما بحاولش اعرضها قوي انها تعرض. تمام، بس اللبن لازم يبقى ساقع. اكتبي لبن ساقع. هنعمل بقى شوية كده. أنا عايزة بس إيه ألحق أوريكوا هعمل إيه بالبيض وال يعني والشوكة هشكلها إزاي أهي. اللي عايز يعرضها براحته، هي حاجة ترجع لحضراتكم بقى، بس أنا لما عملتها عريضة قوي يعني عرضت قوي، هوريكوا في النسخة دلوقتي. فإيه قلت خلاص نلمها شوية. طبعا في المحلات بيعملوها صغننة مدورة كده، بتبقى صغنونة كده، فأنا بصراحة هعمل شوية برضو مدورين لأن هي شكلها حلو برضو في التقديم، شكلها حلو. احنا عملنا الشكلين مع حضراتكم. خلاص تبقى صغنونه قوي وجميله، بيعملوها كده من نوع حلوه قوي بصراحه، بتعجبني يعني على انها صغيره ما ناكلش منها كميه كبيره، بس ايه حاجه حلوه. وما اعرفش ليه بتفكرني بسد الحنك، يمكن عشان هي فيها بتاخد اللون بتاعه شويه، بيبقى مثلا طريه قوي وجوسي. هوديكوا واحده دلوقتي شاربه ازاي الشربات بتاعها اهي. بصوا بقى، انا هعمل كالاتي. هاخد بياض بيضه، خليني بس ايه اشيل دول، وهاخد السميد. طبعا خلوا بالكم منه انواع على حسب الطحن، يعني ناعم متوسط خشن. الناعم ده اكتر حاجه بنستخدمها طبعا في الحلويات.
الخشن بقى في الباستا والحاجات الحلوه والبيتزا والحاجات اللي هي المعجنات دي. طيب بيبقى طبعا اساسه القمح زي ما احنا عارفين، بيتسلق ويتجفف وبعدين يطحنوه ويطلع منه السميد والنخاله. بصوا بقى، هاخد كده هنا الفانيليا وهاخد بياض بيضه وهسيب الصفار هنا، احتاجه في حاجه تانية بحطه في كيس في الفريزر، واما اكون بعمل اي وصفه تانية فيها صفار بطلعها اسيبها على الرخامه ربع ساعه ترجع البيضه فريش كانها لم يكن. وهاخد كده فرشه وهعمل البياض بالفانيليا. مدام سوزان حضرتك، احنا حضرنا لك المايونيز من غير بيض، هنحطه نقول لحضرتك حالا طريقته. بصوا هدهن كده على خفيف. معانا بقى نص كوبايه من الحليب المثلج، وعندي معلقه كبيره من الخل، ممكن يوصلوا معلقتين، كوبايه من الزيت النقي ورشه ملح. اللبن ده هو الايشو في الموضوع يا مدام سوزان، وكله بيبقى في الخلاط والزيت بينزل خط خفيف بعد ما بنضيف الايه مع اللبن الخل ورشه الملح. هاجي بقى بشوكه كده هعمل كده كده بس عشان تبقى في التسويه. خلاص هندخلها بقى الفرن حرارة 180، هسيبها وأقلل كده شوية تاخد اللون الحلو، وأول ما تطلع وهي سخنة مولعة هروح ساقيها بالشربات. تعالوا بقى أوريكوا، بصوا بيبقى قوامها عامل إزاي. هفتح لكم واحدة كده، بصوا قربوا بقى تبقى شاربة وجميلة إزاي، كأنها زي البسبوسة. بصوا شايفين عاملة ازاي؟ بعمل ايه بقى؟ بسقيها وهي في الصينية وبغطيها بكلانفل او بغطا او بمثلا كيس تلاجة، وبعد شوية بروح قلباها تاني من وشها على ظهرها، يعني هي كانت على الظهر بروح حطها على الوش. ليه؟ علشان تتشرب من وشها كمان. هتطلع جميلة زي ما حضراتكم شايفينها، وحاجة بيتي احنا عاملينها بإيدينا. تعالوا بقى ايه ناخد كده قالب الرز، ممكن نقدم القالب هنا كده، خليني اخد معلقة من اللي ورا دول. بسم الله الرحمن الرحيم، نقدم الرز. بسم الله هنكبس كده كويس. بسم الله الرحمن الرحيم كده، شوية رز بقى مع البسلة الحلوة بتاعتنا دي. اهم حاجه الكبس وهي سخنه عشان تطلع حلوه مع حضراتكم. مبسوطه انكم يعني جربتوا، ولسه هنعمل ان شاء الله مخللات حلوه عشان قبل رمضان يبقى فيه مخللات جميله المشكله، لان دلوقتي فيه القرنبيط حلو، فيه الكرومبي، في ناس بتحب تحط الخيار مع الجزر مع اللفت، ونعمل كده مجموعه من الايه الحاجات الحلوه. بسم الله، خليني بقى اشيل دي كده. هاخد بقى معلقة صغيرة أو معلقة مدورة قبل ما يسخن مني الإيه القالب، وهبدأ أضغط من الجناب عشان الشكل يبقى مظبوط، وهسيبه شوية هنقلبه وهنقدم كمان البسلة. وكده النهاردة عملنا تخزين البسلة، عملنا المشروب الأحمر الحلو اللي حضراتكم شفتوه ده، يعني بجد إن شاء الله إن شاء الله هتحسوا بالفرق زي ما بيقولوا ايه بالارقام بالتحاليل، حقيقي مفيد ومهم جدا جدا للكبار وللصغيرين. ارجو ان حضراتكم تجربوه واحنا في موسم الفراوله، ويا ريت نخزن فراوله. وهنعمل ازاي هنخزنها علشان كمان هنحتاجها في رمضان، عشان هنحتاجها في رمضان. فراوله خزنوها سليمه سليمه، بنشيل الجزء الاخضر بس وبنخزنها سليمه، وان شاء الله هنعمل بيها برضو صوصات حلوه. ادي الرز، قولي يا روحي قولي. طبعا الفراوله دي يا جماعه للناس، اغلب الناس مرضى السكر مناسبه ليهم، الناس اللي عندهم مقاومه انسولين مناسبه جدا ليهم، من الفواكه اللي هي ليس عليها غبار حقيقي. طيب هناخد بس البسله. بسم الله بسم الله،
ناخد اللي انت مجهزاه لي يا نودي. الشربات بعد ما بنستخدمه بنحطه في حاجه في الثلاجه، بيفضل معانا مش هيسكر مش هيجرى له اي حاجه. هي طبعا على حسب القوام، في ناس بتحب البسله مصلصله شويه يعني ما فيهاش صوص كتير ميه كتير. بسم الله. لونها رائع، حلو قوي يا فضل. انت جبت لي الطبق من الجنب، الله يسامحك يا سيدي. طيب يا فندم شكرا لذوق حضرتك يا فندم. بصوا بقى جميله، ما احلى الخضار الفريش اللي احنا ايه عاملينه في البيت، يعني دي احلى حاجه بصراحه. هي محتاجه كانت يعني تتصلصل حبه، لكن طبعا هي كده برضو جميله للناس اللي بتحب ايه تبقى جوسي شويه، يعني تحب ايه تلغوص في مع الرز تحس ان في صوص كده. رانيا واقفه جنبي بتهز لي راسها بتقول لي مظبوط. انا اسمي مكتوب. ايوه مظبوط. انا ما اقدرش اقول لك حاجه عشان عملتيني فنجان قهوه يعني اخر ظبطه. مظبوط جدا، تسلم ايديكوا يا حبايبي. بصوا بقى نمسح كده. حاضر يا روح نودي، انت اول واحده محتاجه نغذيكي علشان تكملي معانا يا حبيبتي. عشان كمان مامتك تعرف ان احنا بنغذيها، والله بنغذيها صح؟ يعني مامتك في البيت ولا مامتك هنا يا ندى صح؟ حبيبتي يا نوزي. بصوا كده وادي الايه البسله الجميله. بسم الله الرحمن الرحيم. جنب الرز بقى. ايوه بسم الله اهو. ورموش الست اهي، طلع الراجل في الاخر بيبصبص للبنات الحلوين. لو كنا نعرف ان دي قصه كناش عملنا رموش الست النهارده. بس يلا لازم نعرف الحاجات الحلوه برضو المستخبيه. وكده احنا عملنا ايه البسله النهارده، البسله الخضراء. اتكلمنا عن ليه هي كانت بتفضى وليه كانت بتكشكش مع بعض الناس في طريقه التسويه، وقلنا ان في اول الموسم ما بتبقاش مالت قوي قوي، بتبقى لسه فيها جوه هواء فما بتبقاش تمام، فناخد الحاجه في نص الموسم يعني اول ما تنزل بشويه ما ناخدهاش اول ما تنزل على طول. طيب وعملنا الرز بالشعريه قدمناه كده جنبها، عملنا رموشه الست، وعملنا المشروب الاحمر او العصير الاحمر للمناعه. الناس اللي عندها هيموجلوبين واقع، الناس اللي عندها يعني كرات الدم الحمراء دي عايزين يجددوا دمهم اشربوا العصير ده. كمان مرضى الكبد بيبقى ليهم البنجر والفراوله، يعني ليهم مجموعه كده البنجر والفراوله ممتاز. لسه بصوا الرموش بقى بتنفش شويه ازاي اهي، هي هتبدا تاخد لون بس انا هوريها لحضراتكم. بصوا قشر الرمان بقى اللي حضراتكم هسيبها لكم شويه قبل ما ابين لكم، بس البسله هنا متداريه شويه، البسله اللي احنا ايه عملناها هنا ايه فروزن هنخزنها. بصوا بدات تنفش ازاي، عليت بقت زي ما حضراتكم شفتوها بس لسه هتاخد اللون، هي لسه ما خدتوش من تحت خلاص. هنقفل بقى، واول ما هتاخد اللون الحلو هنسقي بالشربات. نعمل ايه بقشر الرمان بقى؟ قشر الرمان ده تجففوه. تجففوه فين؟ احنا هنغسله كويس وهننشفه ونصفيه وبعدين نجففه في الفرن وناخده نطحنه. ناخد منه 3 معالق صغيرين مع معلقه ميه ورد، معلقه من عصير الليمون، والناس اللي عندها بشره حساسه ما يستخدموش الليمون. ممكن بقى ندوبهم كده ميه الورد والقشر الرمان ونعمله بقى سكراب كده لايدينا للبشره من غير الليمون، للناس اللي عندهم بشره حساسه ممكن تحطوا معلقه عسل، ممكن تحطوا معاه زبادي. طيب قشر الرمان ينفع ايه لو طحناه؟ نحطه على دريسنج السلطات، يعني انا عندي سلطه هعملها اروح واخده منها معلقه صغيره مع الزيت مع عصير الليمون مع الكمون معه واضرب واصب عليه، لانه نسبه فيتامين سي عاليه جدا، مقاوم للتجاعيد. صدقوني والله الحاجات دي بتتباع عند العطارين غاليه جدا، اما اروح اقول له عايزه قشر رمان مطحون، طب ما هو بيدوني، طب ما انا برمي الرمان عندي في البيت، احتفظ بالقشر بتاعه. ينفع في الحنه، يعني انا بحطه مع الحنه في اللون الاحمر، بنحط لازم قشر الرمان مع دم الغزال. ليه قشر الرمان؟ لانه بيكسر اللون، ما بيخلوش احمر فاقع، يخليه مكسور لونه على طوبي على نبيتي، فدي برضو من الحاجات المهمه جدا. يا رب تكون الوصفات خفيفه على قلوبكم. احنا خزننا البسله بابسط طريقه، اللي عايز يخليها تقعد للسنه، انا افضل ان في كيس للتخزين ثانيه تتباع كده كميه مع بعض جوه علبه في السوبر ماركت او عند الناس اللي بتبيع الفوم والحاجات دي جمله موجوده، ناخدها احسن انها
هي خاصة بالتخزين أساسا، فبتعيش ما بتدخلش هوا، بنفضي منها الهوا، تعملش تلج، ممتازة وحجمها حلو لو عايزين نحط فيها كميات. طيب أنا طبعا بشكر حضراتكم حسن المتابعة، بشكر كل اللي تواصل معايا واللي معرفش يتواصل معايا، ببعت تحية لكل أصدقائي اللي بيشوفوني، ببعت تحية من هنا لحد أستراليا لحد مدام سرية، أو لا نفسي أسمع صوت حضرتك، وتحية لمدام سميرة كل أحبابي وأصدقائي، وبشكر أم إسلام على تواصلها، كل أصدقائنا ومشاهدينا الكرام من خلال شاشة قناة الأهلي. اسمحوا لنا دلوقتي نطلع استراحة ونستقبل الفقرة الطبية في انتظار حضراتكم.